افتتحنا هذا اليوم مستوصف الزوين، يعتبر هذا المنجز إضافة للإنجازات السابقة لشركة نفط البصرة ووزارة النفط العراقية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية لمحافظة البصرة. المستوصف عبارة عن ثلاثة طوابق، طابق أرضي، طابق أول وطابق ثاني، وتكون من 22 غرفة موزعة بين عيادات الأطباء وعيادات طب الأسنان والصيدلية والفحص والأشعة والأرشيف وأيضا قاعات للتدريب، بالتخصيص على قسم شؤون الرقع، الرقعة التاسعة، مقاولها الرئيسي كويت انرجي العامل، المقاول الرئيسي العامل مع شركة نفط البصرة، وإن شاء الله ماضون لإكمال بقية المشاريع وبالتنسيق مع الحكومة المحلية لبقية المناطق المجاورة. الكلفة كانت 1,120,000 تقريبا دولار. كوني رئيس لجنة المنافع الاجتماعية في محافظة البصرة، قمنا خلال هذه الفترة بخطة بتوزيع النسب على الأقضية والنواحي، النسب الخاصة بالحقول النفطية من المنافع الاجتماعية. واليوم حقيقة هذا المشروع هو ضمن المشاريع التي تنجز والتي تنفذ من قبل شركة نفط البصرة، مشروع المركز الصحي في منطقة الزوين ناحية المصطفى. وطبعا هذا المركز طلعنا عليه أنه مجهز بكل الأجهزة الخاصة. سوف نباشر أيضا بمشروع الطوارئ من خلال خطة محافظة البصرة على مشاريع تنمية الأقاليم إن شاء الله بعد رفع هذا المشروع وإعداد الكشوفات. أيضا هنالك مشاريع خاصة بالمنافع الاجتماعية تم استلامها من الأقضية والنواحي وتدقيقها ومقاطعتها في قسم التخطيط ديوان المحافظة. إن شاء الله في الأيام المقبلة والأشهر المقبلة أيضا سوف تباشر شركة نفط البصرة بتنفيذ هذه المشاريع مع الشركات الأجنبية. بناء مركز الصحي للزوين من ضمن مبالغ منافع الاجتماعية المرحلة الثالثة بمبلغ 1,121,000 دولار. المركز كان مركز آل للسقوط، تم إنشاء من البنية التحتية من جديد، واليوم حضرت الكوادر العليا والإدارة لشركة نفط البصرة لافتتاح هذا المركز. مدة العقد سنة، من ضمن مبالغ المرحلة الرابعة بعد استصال موافق للسيد الوزير المعالي وزير النفط ورئيس الشركة الوطنية، تمت الموافقة على إنشاء مركز صحي إضافي، مركز الزراجي، منطقة الزراجي ضمن قضاء الهارثة، بالإضافة إلى مدرستين 18 صف 3 طوابق وتبليط شوارع في ناحية النشوة. كما يعلم الجميع أن هذه المناطق النائية محرومة في السابق والحاضر من كافة الخدمات كونها منطقة نائية ريفيتها. الصحة اليوم من مستلزمات الحياة الأساسية كما تعلم الجميع، ومن الضروريات التي لابد حتمية أن تقوم. لا الحمد لله والشكر، الآن بدأت الخطوات جيدة والمشروع إن شاء الله مشروع جيد، الشركة المنفذة جيدة، الأخوة اللي قاموا على العمل جيدة، متابعة من قي مقام المدير الناحية من أهالي المنطقة، شكرنا وامتناننا كذلك للأخوة القائمين. الشركة المنفذة نفذت بكافة يعني بأجمل صورة.